السيد الوزير، المادة 23 من القانون 65/13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها كتأكد على أن الحكومة خصها تخصص شهريا اجتماع لدراسة مقترحات القوانين. يتضح أن الحكومة لحد الآن ما خصتش هذه الاجتماعات الشهرية لمقترحات القوانين. بغينا نسألكم على شنو هي الأسباب وهي شنو هي الإجراءات اللي غادي تعتمدوها مستقبلا لتجاوز هذا الإشكال. لا نسوا الضجيج واش نواب ولا كيخرجوا للباب ما بقاوش نواب. لا ما معقولش هادشي، والله ما معقول. جواب السيد الوزير. شكرا شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال. نبغي فقط ناكد على انه عقدت الحكومه اجتماعات منتظمه لدراسه المبادرات التشريعيه البرلمانيه، حيث عقدت في هذا الاطار منذ 23 دجنبر 2021 وإلى غاية حدود ماي 2023 17 اجتماعا منتظما خصص لدراسة مقترحات القوانين أثمرت عن تحديد موقف الحكومة من 240 مقترح قانون، نسبة 87.27 من المقترحات القوانين التي توصلت بها الحكومة. شكرا. سيد النائب تفضل. سيد الوزير، المنصة ديال الأمانة العامة للحكومة تقول عكس ذلك، أن الاجتماعات الخاصة آخر اجتماع لها انعقد بخصوص دراسة مقترحات القوانين كان في 27 ماي 2021، أي قبل مجيء هذه الحكومة. وهذه المنصة ديالكم ديال الحكومة ديالكم سيد الوزير. المسألة الأولى، يعني أن هذه الحكومة ما عندهاش اجتماعات خاصة بدراسة مقترحات القوانين. حنا ما بغيناش نطلبوا منكم أنه تكون بحال التعيين في المناصب العليا كل أسبوع تطلع في بالها. حنا بغينا كل شهر طلع في بلاغ بانه بخصوص دراسه مقترحات القوانين في المجلس الحكومي، ها شنو دار المجلس الحكومي بخصوص هذه المساله. ما بغينا شيء بالمساله الاخرى. المساله الثانيه، بغينا منكم تفاعل ايجابي، لان مجلسي البرلمان هما الاصل في التشريع، وخص يكون تفاعل ايجابي. ومنين يكون رفض ديال مقترح قانون يكون على اسس صحيحه، ماشي رفض من اجل رفض وفق. شكرا السيد الوزير، تفضلوا. كاين شي تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد الرئيس. سيد الوزير، حقيقة كنتمناو تعاملوا بإيجابية مع هادشي. دابا كتهربوا ما كتحضروش، كديروا أجوبة كتابية ضدا على الدستور، ضدا على القانون التنظيمي، المادة 24 من القانون التنظيمي ديال شؤون الحكومة تشارك في مقترحات ومشاريع القوانين. والمادة 182 من النظام الداخلي نفس الأمر. أنتم كتحضروا كتصيفطوا لنا أجوبة مكتوبة، هادشي حرام. احترموا لنا شويش، احترموا هذه المؤسسة، ناقشوا هذه المقترحات. شكرا شكرا شكرا. كاين شي تعقيب اضافي اخر في هذا الموضوع؟ لا، تفضلوا سيدنا. نعم، شوف. شكرا سيد الرئيس. وفي الحقيقه هاد مقترحات القوانين، وان ان البرلمان له دور، يعني السلطه التشريعيه ملزمه بتقديم مقترحات قوانين. والملاحظ الان في هذه الولايه ان واحد البرلمان قدم واحد مجموعة ديال المقترحات القوانين اللي كما ينص على ذلك القانون الدستور أن للحكومة أن تبدي برأيها بالدفع بالقبول أو عدم القبول. الملاحظ اليوم هو أن اللجنة الحملة تشتغل، يعني فتحت واحد الورش كبير هي المناقشة التفصيلية ديال مقترحات القوانين. نتمنى كذلك أن تعاون مع الحكومة من أجل كذلك يعني السير قدما لتنزيل هذه المقترحات قوانين وإتمام المسطرة التشريعية. الحكومة ليست ملزمة أكيد بالحضور، أن الدستور للحكومة أن تحضر. شكرا 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 شكرا. سيد الرئيس، سيد الرئيس، سيد الرئيس لا تجيبه. سيد الوزير، سيد شكرا السيد الرئيس. سيد نائب، المعطيات اللي عطيتك، المعطيات اللي قدمت لك السيد نائب هي المعطيات الرسميه، وبعد قليل سوف يتم البت في حوالي 20 مقترح قانون، بمعنى غنوصلوا للنسبه ديال 97%. هذا معطى ايجابي ومهم. من ناحيه التجاوب، ازيد من 21 مقترح قانون تفاعلت معهم الحكومه بشكل ايجابي،
جزء منه تمت المصادقة عليه خاصة في الجسم المستشاري، والجزء الآخر أعتقد هو الآن موجود في اللجان، والحكومة ما عندها حتى شيء مشكل أنها تجي وتقترحها. ومقترحات قوانين ديال الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية تمت أيضا يعني قبولهم، وهم الآن في بطور المصادقة. سيد رئيس فريق العدالة والتنمية، هاد المسألة ديال الجواب الكتابي هذه ممارسة تعملت حتى في تعملت نعم نعم شوف آسيبوانو كنا نخبر، لان هذا الاجتماع هذا الا ممكن تعطيوني شويه الوقت انا غنفصل في هذه المساله هذه. هذا الاجتماع الان الشهري الذي ينعقد او تعقده الحكومه مباشره بعد اجتماع مجلس الحكومه هو لا يدخل في جدول اعمال هذه في جدول اعمال ديال مجلس الحكومه، بمعنى لهذا لا نشير له في البلاغ، هذا المطلب ديال السيد النائب. لكن مني كيتم دراسه هذه المقترحات طبيعي اننا نخبركم، والا ما عمر ما غتكون عندكم الامكانيه باش تعرفوا المقترحات المقبوله من عدمه. فبالتالي نحن نقوم بمراسلتكم كما سبق ان فعلت الحكومه السابقه في مناسبات سابقه. الان موضوع ماشي ديال هذا موضوع ماشي ديال انا نعطيك الرسائل السيبوانو، راه عندي الرسائل نعطيك السيبوانو. سيبوانو أبا من فضل السيد الوزير السيد رئيس خصوص السيد الوزير خصوص الان عدد الاجتماعات، هذا هو المهم. الان السنتين الاولى في عمر الحكومه السابقه وابتداء من سنه 2017 منذ البدايه راه لم تتجاوز المقترحات او عدد الاجتماعات 5 اجتماعات، حنا عقدنا 17 اجتماع واليوم غيكون 18، بمعنى هناك اراده كبيره من طرف هذه الحكومه للتعاطي ايجابا مع هذه المقترحات هذه. لكن باش نتفاهموا راه ماشي انا عارف شنو المشكل اللي عندك السي بوانو، هو حضور ديال 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 الحكومه. اعتقد بان جزء في التعقيب ديال السي عبد العزيز راه اجاب حول الموضوع، والحكومه تشاطره نفس الراي. شكرا سيد الوزير.